السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا الميناء نتاع المارينا تاع الجزائر العاصمه. نشوفوا الميناء ونشوفوا الى فيه رحلات تنظم رحلات بحريه على ساحل ولايه الجزائر العاصمه والولايات المجاوره. اذا نروح نشوف الميناء الموجود على مستوى مارينا باي في الجزائر العاصمة مارينا الخليج في الجزائر العاصمة. نشوف إذا كان فيه رحلات، كذلك نطلع على بعض التهيئات الجديدة على مستوى المحطة البحرية تاع المارينا. لاحظ أن فيه باركينغ هنايا، ممكن الإنسان يقدر يجيب السيارة حتى له. نزيد نشوف نسقسي على الباركينغ هذا إذا كان مخصص للعمال فقط أو مخصص لكل عامة الزوار. نزيد نستفسر على الباركينغ وكذلك على الرحلات البحرية. السلام عليكم خويا. تسمع خويا كاين إذن هذا هو البرنامج تاع الرحلات، هو شوفوا هنايا باللي فيه تحسين نتاع المحطة، وضع بعض لي بول وضعوا لي بول، أشجار في سبيغاس بول حالة. شيء جميل جدا. داروا ان كلوب ولا مدرسة تاع الزوارق الشراعية. حاجة مليحة. أمانة كان قاعدين يصبغوهم
ممكن يصبغوا هاد القضبان الحديدية، وضعوا كراسي. المارينا بدات المنطقة هذه بدات تكتمل المعالم تاعها ما بقات الا البواخر، تاتي البواخر تاع النزهة وتاع، نظن انه فيه العملية تاع كراء الاماكن مازال ما بداش الناس تجي تكري اماكن لرسو البواخر نتاعها. الان المنطقه اللي راهي فيها البواخر كثير هي منطقه سيدي فرج، لكن الان ممكن بعد ما انتهت يعني الاشغال بالمارينا هذه تقدر الناس تجيب البواخر نتاعها، و سوف تمد منظر رائع جميل جدا على الواجهة البحرية اللي بعد مدينة الجزائر العاصمة. هذا الباخرة هذه اللي راهي هنا أظن أنها قديمة، باخرة هذه عندها بزاف وهي حابسة هنايا. وهذا هو الميناء نتاع المنتزه، تاع الميناء المنتزه، وهنا المحطة البحرية. هذه قديمة والمحطة مغلقة، إذن المحطة مغلقة والرحلات راهي حابسة، ما فيش رحلات. إذن هذا هو
أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.